الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي أنه يقصد اليهود والنصارى ويخشى على المسلمين أن يتبعوا سبيلهم. ونحن هذه الأيام نشهد متابعة صريحة لليهود والنصارى. بعد أيام سيأتي ما يسمى بعيد المولد، دي خواتم أيام شهر صفر، وسيدخل بعد أيام أو بعد شهور ما يسمى بعيد المولد، وقبل أن يدخل أيضا سيدخل عيد الكريسمس تاع النصارى. وأنت توقن تماما أن الغالب الأعم من المسلمين قد اتبعوا اليهود والنصارى، عرفت؟ أول حاجة تجي أعياد النصارى تلقى المسلمين عادي مارقين معهم شارع النيل وغيرهم، بعد شوية بيجي رأس السنة تلقى الناس مارقين، وكل هذا أخذ من اليهود والنصارى. بعد ما النصارى انتهوا والمسلمين احتفلوا معهم، بيجوا المسلمين احتفلوا والنصارى ما بيحتفلوا معهم، أو لو احتفلوا معهم فهمت، وين حتى لو احتفلوا معهم ما دين، فهمت؟ وين احتفل معهم زيادة للباطل، فهمت؟ ولذلك اليهود والنصارى حريصون على أن يصنعوا مسلما ليس له علاقة بالإسلام، مسلم ليس له من الإسلام إلا الاسم، داري مسلم زي ده، مسلم يحاكي اليهود والنصارى في اتخاذهم الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. المسلمين الآن إلا من رحم الله لكل إلهه ولكل معبوده من دون الله سبحانه وتعالى. بتلقى ناس ماسكين في ود بدر، ماسكين فوقه كإله يفزعوا إليه ويلجأوا إليه ويرتموا في أحضانه. تلقى في ناس تابعين للمكاشي، فهمت؟ في قرية في حلة في المناقل اسمها أبو آمنة، أخواننا جزاهم الله خير شغالين توحيد، والناس بيقوا يعرفوا الحاصل، بيقوا يعرفوا إنه المكاشف ما عنده حاجة وما بيعلم ما في الضمير، فهمت؟ وكلام كثير جدا، بيقوا يمشوا يشتكوا. وطبعا كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هذا من مسائل الجاهلية ومن طريقة المشركين، إنهم لما يعجزوا عن الحجة يمشوا يشكوا للسلطان. لما موسى عليه السلام غلب السحرة ورجعوا إلى الإسلام الصحيح الذي كان عليه موسى عليه السلام من توحيد الله وإفراده بالعبادة، قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، فهمت؟ ولذلك الناس يمشي يشتكوا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا كله لا يغني من الله شيئا. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في النهاية دعوتكم الباطلة التي هي في النهاية دعوة إلى عباد مخلوقين ضعفاء مربوبين
محتاجين فقراء، ليس عندهم من الأمر شيء، وليس لهم مع الله شيء، ولم يخلقوا مع الله شيء، ولا يرزقون شيئا. العباد دال الرميم الجيف الذين أكل عليهم الدهر وشرب، النازل ما بيملك لكم حاجة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للنصارى سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ومن يأكل الطعام من البداية دما إله، لأن ربنا تمدح وامتدح نفسه بأنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك. ربنا قال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ربنا سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وتنزه وتقدس. أما جماعتك دين ناس المكاشف وغيرهم، وقال داك واحد بيكلمنا قال يجيك الفكيه ما عنده جيب، ما عنده جيب، ويقعد للجماعة: يا أخواننا طبعا أنا بشي من المرض الفلاني، والمرأة ما جابت ولد تجيب هدومة تجدعها في الحفير بتاع الشيخ عشان الشيخ يحملها. طيب هي معرسة ليه ذاته؟ ما كان تمشي تعرس الطينة دي، فهمت؟ الشيخ يعمل لك فوقها بعد ما غشها وسرق عقيدتها، بعد ذلك ينهب الأموال. الجماعة يدوها أبو الشيخ ده البيض، قول لهم أنا ما عندي جيب، أنا زايد في الدنيا، ودي جنبه، وجنبه ده الخزينة. أنت مسكين ساكت، أنت ما عارف العاصل ده، هنا ده الماسك الطبلة ذاتها، أنت مسكين. ديل بعد ما يقسمها لهم يقول لك هاك يا المبروك، يقول لك والله أبويا الشيخ ده ما في حاجة بتجيب في يده. يا زول الما بتجيب في يده ديل ما الجماعة ذاتهم، ديل الكارتيل بتاع القروش، فهمت؟ هنا بنقط الشغلانية كلها، بعد ما يلموها يمرقوا بغادي يقوموا يقسموها، فهمت؟ فديل رميم محتاجين. أبوك الشيخ المكاشي بيأكل وبيمشي الحمام وتلقاه قاعد نص ساعة عنده إمساك. ربنا عشان يوريك إنه ما عنده حاجة ربنا يبتليه بإمساك، كون أكل له عتود العظم واقف له في حلقومه 6 ساعات ما داري فضي الحمام. ما دي من آيات الله، انت قال لك احنا قاعدين ننكد، فهمت؟ البرعي جاته حصوة ما قادرة تنزل، نادى الأولياء في العالم وفي السودان وفي غيرهم ما حلوه، فهمت؟ مشى الأردن ما حلوه، جراجع السودان ما حلوه، لغاية ما ربنا نجمه بالحصحصة، فهمت؟ ديل ضعاف. انت تقعد تباري لك بني ادم يقول لك انا ولي الله وانا بيدي اي شيء. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل ارايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. لو ربنا نزل لي مصيبه هل ديل بيرفعوها؟ احنا بنتحدى الان الصوفيه في السودان، بدل ما تمشي امريكا يا محمد المنتصر يا بريد، جيب لنا غاز كلنا بنبقى معك، جيب ايران غاز، جيب امان، جيب النيل، جيب الناس. انت ما شايف الصفوف دي كيف؟ الصفوف دي ما شايفها جاري لامريكا هناك، جيب لنا الغاز. خلي ولي، مش بيقول لك من كرامات الولي ان في كتاب طبقات الشعراني ان بوله ابيض كالحليب. نحن ما دارين حليب، دارين غاز، خلينا يمرق لنا غاز. يا ناس انتوا بتلعبوا علينا، فوكا يا بتاع صوفيه مجرمين يلعبوا على عقائد المسلمين. واخر حاجه دار يستنصر باولياءه. وربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ومن يتولهم منكم فانه منهم. بعدين الولايه بتاعت محمد المنتصر دي ولايه بتاع الدين، لانه قالوا ماشيين يناقشوا كيف يحاربوا الارهاب وداعش وكيف ينشروا التسامح والدين الوسطي. الدين الوسطي إن أوباما ده البخاري، أوباما ده مسلم، أوباما ده بقري القرآن، فهمت؟ وين العطالة السرورية؟ ناس وسنفعل هذا لهم مشوا وما يتولوا منكم فإنه منهم. طيب ما تمشي للقبة بتاعت موسى بقصة عشان يقصوا لك روايسك ده، فهمت؟ النادي بتلعب ساكت، فهمت؟ دي أكبر مشكلة الليلة بواجهها السودان. ونحن دائما قاعدين نذكر الناس نقول لهم الله ما صايب البلد دي كلها سبب المجرمين ديل، وكل مرة يجيبوا لنا كفوة، وانت البلوة بتاعتك الكفر بتاعك نحن قاعدين نضوغ فوقه، تمشي تجيب لنا كفر مستورد من امريكا، ها؟ كفر made in USA، ده تاني والله بعد شوية الهواء ده ما نلقاه.
عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام حذر، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. الناس بقت تباري اليهود والنصارى، اليهود والنصارى يعبدوا في أوليائهم، تلقى ديل يأصلوا لك لهذا الكلام، ولك والله الأولياء ديل بيعملوا أي حاجة وبيتصرفوا في الكون، والأولياء بنزلوا الأمطار، والأولياء بدون الجنة، والأولياء ممكن يمنعوا منك. واحد بيحكي لنا قال: أنا مشيت لفكيه، بقى موحد الحمد لله، مشى لفكيه في السعودية، قال له: عليك الله أنا دار أشوف لي شغل في السعودية، قام اداه 200 ريال، الكلام ده بدري. الشيخ شال ال 200 ريال مرق برا الشارع، جو ناس الكشة شالوه في السعودية هناك، شالوه رجعوا السودان. يا زول الفقير بتاعك ده انت قال شنو؟ فهمت؟ ولذلك يا اخواننا الأمة دي إذا ما اتبعت منهج الله وكتاب الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ربنا قال لك باري القرآن، باري كلام الله، ولا تتخذ لك شيوخا وعلماء ورهبان وأرباب من دون هذا القرآن، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وده فوق الرد على بصلعة ده، انت ما ساقوك أمريكا ليه؟ والله ده انت عارف جوازه لو دخلوا براه بيمرك، فهمت؟ ده ذا البليسة ده ما ساقوه ليه؟ المغفل النافع ده ماذا؟ ما ودوك أمريكا ليه؟ كان إن شاء الله يودوك بوركينا فاسو، مالك ما ودوك، فهمت؟ ده يا أخواننا يوريك، لأنه الصوفية الآن عندهم شبهة، يقول لك هؤلاء مستر هنفر وهؤلاء الاستخبارات البريطانية هي التي كونتهم. أها أنحنا الاستخبارات البريطانية دعتنا في الكونغرس الأمريكي؟ ها ولا دعانا أوباما؟ عليك الله شوف سبحان الله، ثلاثة حلقات في السودان تخليك تمرق في أمريكا، تنادي غير الله يا بريد يا مشرك يا سافل، فهمت يا أحمد منتصر؟ وبحمد الله وبحول الله نحن وراك، تمشي أمريكا ربنا لو ادانا قروش ننط لك جوا الكونغرس ذاته، فهمت الحاصل؟ أي محلة وراك، فهمت؟ وراك وراك بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ربنا قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولما الناس يعملوا الكيد والشغل بتاع أحمد منتصر ده بيذكرني كلام فرعون في سورة الشعراء، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين الكفار زيه، قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون. أشوف في الحلقات في الأسواق مفروض نوقفهم، وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون. لو ما نجمناهم بكرة الجماعة كلهم بيقلبوا وهابية. وإنا لجميع حاذرون لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى مدلوا وربنا سبحانه وتعالى استدرجوا إلى أن أغرقوا في البحر. فإنت ممكن تجي تعال بالمارينز بتاعك، تعال بأوباما، نحن بحمد الله نناظر أي بني آدم يمشي على رجلين أو على أربع أو على بطنه، كلك نناظرك. جيب أوباما بنناظره، الشيوخ بتاعين البيت الأبيض بنناظرهم، الشيوخ بتاعين بيت المال بنناظرهم، شيوخ الزريبة بنناظرهم، الصعلوق البيجاي ده بتاع العيلفون ده بنناظره، كلكم بنناظركم. يهود نناظر، نصارى نناظر، إبليس نناظر، بحمد الله لأنه نحن معانا كلام الله سبحانه وتعالى. ربنا قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فجند الله هم الغالبون بالحجة والبيان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. فهمت؟ ذا ربنا سبحانه وتعالى نحن نفخر أن الله سبحانه وتعالى من علينا بالتوحيد وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نستنصر بالله
أمريكا تحت كرعيننا، ومحمد المنتصر تحت كرعيننا، والمجلس الأعلى للتصوف تحت كرعيننا، وكل الجماعات دي كلها تحت كرعيننا. لا نقتنع إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نلتقي في الحلقة الجاية.